إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ويرضاه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين الواحد الأحد، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله الواحد في ذاته، القديم في سلطانه، العظيم في صفاته، اللطيف في قضائه، الكريم في عطائه، الخبير في شؤون عباده، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يقبل العمل من العبد إلا ما كان خالصا لوجهه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد المخلصين، قد جاهد في الله حق جهاده وأخلص في دعوته وحياته حتى أتاه اليقين من ربه. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إماء الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى. عباد الله، ما رأيكم دام فضلكم أن نعيش اليوم مع موضوع في غاية الأهمية، بل هو أهم الموضوعات على الإطلاق وأخطرها، ولا أبالغ في ذلك، لا أبالغ في ذلك، ولا أريد أن أجتنب أسماعكم أو أستميل قلوبكم، كلا والله، بل إن هذا الموضوع في غاية الأهمية بمكان. أتدرون يا عباد الله ما هو هذا الموضوع؟ إنه الإخلاص، إنه الإخلاص. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وللسائل أن يسأل، وكان حقا له أن يسأل، لماذا هذا الموضوع؟ وما هي أهميته؟ وما هي خطورته؟ وما هي حاجتنا الماسة له؟ نعم، من حقك أن تسأل كل هذه الأسئلة، ومن حقنا عليك أن تعيرنا قلبك وسمعك وبصرك، ولا يشغلك شاغل عن هذا الجواب. أيها الحبيب اللبيب، إن أي خسارة في هذه الدنيا، سواء كانت خسارة في الأموال أو التجارة أو غير ذلك، فهي هينة عند الله سبحانه وتعالى، بل هي هينة عند الفقراء أيضا. لماذا يا عباد الله؟ لأنه لا يزال يمكن التصرف معها لحلها. ولكن يا ترى، لكن يا ترى، لو كانت هذه الخسارة في الآخرة، عندها ستكون الطامة الكبرى والمصيبة العظمى التي لا حل لها ولا علاج لها ولا بديل لها. إنها الآخرة، الآخرة يا عباد الله، إما كسب وإما خسارة، إما جنة عرضها السماوات والأرض، وإما نار وقودها الناس والإنسان.
حجارة، إما سعادة وإما شقاوة. نعم أحبتي الكرام، ولكن السؤال لماذا الخسارة؟ رغم أن هذا الرجل مسلم موحد، هذا المسلم يصوم ويصلي، حج أو اعتمر، كل هذه الأعمال وأنفق في سبيل الله، فلماذا الخسارة؟ الجواب يا عباد الله، لأنه لم يخلص العمل لله، لم يخلص العمل لله الواحد الديان. فماذا كانت النتيجة يا عباد الله؟ أنه يأتي يوم القيامة بحسنات تزن وزن جبل أحد، كجبل أحد هذه حسنات، يأتي يوم القيامة لكنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، يجعلها الله هباء منثورا، لأن العمل وهذه الأعمال كانت لغير الله سبحانه وتعالى. اسمع إلى ربك وهو يقول في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يا الله، نعم لقد عملوا الأعمال الصالحة، صلوا وصاموا وحجوا، لكن الله عز وجل جعلها هباء كأنها لم تزن شيئا. يا الله، إنها والله الخسارة العظيمة، إنها للخسارة العظيمة يا عباد الله، أن يأتي الإنسان بهذه فيجعلها الله هباء منثورا. نعم أحبتي الكرام، والسبب في ذلك أنها كانت غير خالصة لله سبحانه وتعالى، ولو أنهم أخلصوا العمل لله لكان قد تقبل الله عز وجل منهم وأدخلهم بهذه الأعمال جنات تجري من تحتها الأنهار. قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين في الجنة: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. نعم يا عباد الله، أرأيت يا عبد الله، أرأيت يا أمة الله، إنها الآخرة، إما جنة وإما نار، إما سعادة وإما شقاوة، وليس هنالك وسطية بينها أبدا أحبة الكرام. لذلك أعرني قلبك أيها الحبيب اللبيب، وسمعك وبصرك، لعل الله يفتح بهذا الكلام قلوبا غلفة وأعينا عمية وآذانا صمة، ومن الله نستلهم التوفيق والسداد. ولكي ينتظم موضوع الخطبة فقد فصلت ورتبت هذه الخطبة على عدة عناصر. أول هذه العناصر ما هو الإخلاص، ما تعريف الإخلاص؟ العنصر الثاني ميادين الإخلاص. العنصر الثالث صور من حياة المخلصين، ومن الموجز إلى التفصيل، والله المسؤول أن يوفق الجميع، إنه هادي لأوضح السبل والسبيل، والله من وراء القصد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فقه لنا إلا ما فقهتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما، اللهم زدنا علما، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم. العنصر الأول ما هو الإخلاص؟ أيها الأحبة، لقد وصلت تعريفات الإخلاص عند العلماء ما يقرب 100 تعريف، وهاكم بعض هذه التعاريف واسمع لها جيدا أيها الحبيب، وانتبه لها جيدا. هذه التعاريف:
التي اصطلح عليها العلماء، وهي عدة تعاريف للإخلاص. أول هذه التعاريف: الإخلاص هو الخلاص من رؤية الأشخاص، أن تعمل العمل دون أن يراك أحد، أن تحرص على أن يراك أحد. الإخلاص هو الخلاص من رؤية الأشخاص. ثانيا: الإخلاص هو أن تستوي أعمال العبد ظاهرها وباطنه، أي سواء. الإخلاص أن لا تطلب على عملك شاهدا عليه إلا الله. الإخلاص رابعا وهو صدق النية مع الله سبحانه وتعالى. الإخلاص هو أشد على النفس، لأن النفس لا حظ لها به. الإخلاص سر بين العبد وربه، فلا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. الإخلاص يا عباد الله أن تعلم أن العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. والإخلاص أن يعافيك الله منهما. كل هذه التعاريف أحبة الكرام ليست على الحصر، بل هنالك تعاريف كثيرة، تعريفات كثيرة، لكن ما ذكر منها كفاية. وإذا أردت أن تقارن وتقارب بين هذه التعاريف لوجدت أنها تدعو إلى شيء واحد، وهو إفراد الله بالعمل وحده دون أن يكون له شريك في هذا العمل، مهما كان هذا الشريك، حتى ولو كان هذا الشريك نبيا مرسلا أو ملكا مقربا أو أبا أو أما أو أخا أو أختا أو زوجا. ولذلك قال الله عز وجل في أواخر سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره القرآن العظيم في هذا تفسير هذه الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أعمل العمل لله وللناس فهل لي من هذا العمل من أجر؟ أعيد السؤال: إن أعمل العمل لله وللناس، يعني اثنين مع بعض، فهل لي في هذا العمل من أجر؟ فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، حتى نزلت الآية الجامعة، وهي في آخر آية من سورة الكهف. أيها الأحبة، أيها الناس، إن الإخلاص نور وحق وقوة ونجاة. الإخلاص هو التفاني. الإخلاص أن تعمل العمل ولا يراك أي شخص كائنا ما يكون. الإخلاص أن تحتقر العمل بعدما أن عملته لله سبحانه وتعالى. الإخلاص أن تتهم نفسك بالرياء. الإخلاص أن لا ترى الإخلاص في عملك، لأنه من رأى الإخلاص في عمله، من رأى الإخلاص في عمله كان عمله بحاجة إلى إخلاص. أرأيتم يا عباد الله معنى الإخلاص؟ ألم أقل لكم أن الأمر مهم؟ نعم أحبة الكرام، فإذا تعلمنا وإياكم معنى الإخلاص، تعالوا بنا نسيح في ميادين الإخلاص، وهذا هو العنصر الثاني من هذه الخطبة. تعالوا بنا لنسيح وإياكم في ميادين الإخلاص. عباد الله، أيها الإخوة الكرام، ميادين الإخلاص متعددة وكثيرة، فتستطيع أن تقول كل عمل يصدر منك أو عنك فهو بحاجة إلى إخلاص. نأخذ أول هذه الميادين من ميادين الإخلاص، وهو التوحيد. ما معنى التوحيد؟ وهو النطق بالشهادة،
النطق بكلمة التوحيد وهي شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. فإذا نطقت بها فأنت أدنت بدين الإسلام وشهدت بوحدانية الله سبحانه وتعالى ونفيتها عما سواه. هذا هو التوحيد. لكن هذا التوحيد بحاجة إلى إخلاص أحبة الكرام. كيف لا؟ كيف لا؟ والله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص. كيف لا؟ الله عز وجل يأمر نبيه فيقول قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة، اللهم شفعنا نبيك رسول الله، إن أسعد الناس شفاعة، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا بها قلبه أو خالصا بها نفسه. يا الله، هذه كلمة التوحيد. الميدان الثاني من ميادين الإخلاص وهي الحب في الله. اسمع أخي الحبيب، إذا أردت، لقد اشترط الله، اشترط الإسلام على من أراد أن يحب شخصا أو يحب شيئا في هذا الدين لابد أن يكون الحب في الله، وغير ذلك لا يكون قد استكمل الدين أو لا يكون قد استكمل الإيمان. كيف لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. يا سلام يا إخوان، إذا أحببنا بعضنا البعض لابد أن يكون هذا الحب لله خالصا، وإذا أبغضت أحدا من المسلمين فيكون بغضك لعمله السيء، يعني فعله معصية أو لإصراره على معصية، فيكون هذا البغض فقط. الميدان الثالث أحبة الكرام وهو الصلاة. لا شك أحبة الكرام أن الله عز وجل اشترط على عباده إن أراد أن يتقبل منهم صلاتهم أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. لكن هذه الصلاة أحبة الكرام إذا دخل فيها الرياء وكانت لغير الله تحولت إلى معصية. ماذا تقول يا شيخ؟ نعم، تحولت إلى معصية. قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. دخلت في الصلاة الرياء فتحولت إلى معصية. الحج، حتى الحج أحبة الكرام لا بد له من الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث، حج لمن؟ لله سبحانه، لا ليقال عنه حاج، حج لله فلم يرفث ولم يصخب ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الصيام، حتى وإن كان الصيام عبادة وسرا بين العبد وربه إلا أن النبي اشترط في الصيام أن يكون خالصا لله. يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وها نحن في غرة رجب وبعده شعبان وبعده رمضان ويطل علينا هذا الحبيب هذا الزائر، إنه رمضان. أسأل الله أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان. القيام أحبة الكرام، القيام لا بد له من الإخلاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإنفاق في سبيل الله، يقول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. كذلك تتحول هذا الإنفاق وهذه الصدقات إلى معصية إذا كانت للمفاخرة وللرياء. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. الأمر الآخر الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا
وكلمة الذين كفروا السفلى. لا يكون الجهاد لأجل كرسي ولا لمنصب ولا لحزب ولا لجماعة، بل لله الواحد القهار، لتكون الكلمة الله العليا. قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم أحبتي الكرام، الأمر الآخر التواضع. التواضع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه. ولا أأسف أحبتي الكرام، أنا أخبركم بهذا الخبر، يعني كثير من الناس ممن يحسبون على أهل العلم يقال لهم مشايخ، تجد بعض الناس متعجرف، لا يخفض جناح للناس. إذا أردت أن تكلم ذلك الشيء اكتب استدعاء، متعجرف، يرى الناس من فوقية لأنه عنده العلم، فلا يكلم أحد ولا يزور أحد. هذا يا إخوان ما ربانا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يربنا عليه رسول الله الذي قال له ربه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. الميدان الآخر وهو أحبتي الكرام، الميدان الآخر وهو العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. اسمع يا أخي، يا من تحافظ على دروس العلم، من أراد، قال من غدا للمسجد لا يريد إلا أن يتعلم علم أن يتعلم خيرا أو يعلمه، جعل الله له أجر حاج تامة حجته، أجرك أجر الحاج. بناء المساجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا، من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. خالص لله عز وجل هذا البناء، ونحن أحبتي الكرام في هذا المسجد والله نحتاج إلى نفقات لبناء المسجد. بهمتكم ومن الله نستلهم التوفيق، من الله عز وجل نستلهم العون، فالله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. هذا المسجد يا أخوان كما ترون نريد أن نبني مسجد، والله يعني بحاجة هذا المكان إلى بناء مسجد، وهذا من الله سبحانه وتعالى نستلهم التوفيق والرشاد إن شاء الله. الأمر الآخر اتباع الجنائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا فبقي معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنهم يرجع بقيراطين كل قيراط كجبل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع فإنه يرجع بقيراط واحد. أحبتي الكرام، معاشر المسلمين، لابد وقد عرضت عليكم ميادين الإخلاص بالأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة حتى تكون لنا نبراسا ومنهاجا ونستفيد منها في طيلة حياتنا، فإن الله شاء أن يمن على عباد وأولياء وصالحين ليكون لنا أسوة حسنة. وبهذا إن شاء الله ننتقل وإياكم إلى العنصر الثالث وهو صور من حياة المخلصين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربي ويرضى. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. أحبتي الكرام، كلمة الإخلاص تشير إلى الصفاء والنقاء وتخلو من الشوائب والنفاق والرياء، لأن الشيء إذا خلص أي خلا منه كل الشوائب والدنس. والمتتبع للقرآن الكريم يجد أن الله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده المخلصين وقد أمر بالإخلاص. يقول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله عز وجل عن مجادلة أهل الكتاب لرسول الله: قل أتحاجوننا
يحجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. عباد الله، اعلموا أن سيد المخلصين وإمام المتقين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ووالله لو لم يخلص في دعوته لما استمرت دعوته إلى هذا الوقت. نعم أحبتي الكرام، وانظر إلى هذا الجهبذ الفذ الذي لا مثيل له في الأمة، إنه الصديق أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، لما تولى الخلافة من رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل عمرا وزيرا ليقضي بين الناس، فعلم عمر وهو يقضي بين الناس من خلال المعاملات التي تأتي أن امرأة عجوزا في ضاحية المدينة ليس لها أحد من يعينها ولا من يقوم على خدمتها، فنوى عمر في قلبه قال أريد أن أخدم هذه المرأة. فلما أراد أن يذهب فوجئ أن هذه المرأة قد قضيت حاجاتها كلها، فماذا قال؟ فسأل تلك العجوز قال أيأتيك أحد؟ قالت لا أعلم. فأقسم عمر ليعرفن ذلك الرجل، فاختبأ خلف الباب ولبث ينتظر ذلك الرجل، وإذ بالرجل قد غطى رأسه ووجهه وأخرج عينا واحدة ينظر منها، فدخل على المرأة وقضى حاجاتها كلها، فلما أراد وهم بالانصراف استوقفه عمر وقال له من أنت؟ من أنت؟ فلم يرد، وأخيرا يمد يده لينزع اللثام عن وجهه فيرد يده وينزلها ويقول بصوت أشد، بصوت فيه خوف ورجاء، يقول أستر علي يا عمر، أستر علي يا عمر، أستر علي يا عمر. فبكى عمر، بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال أبا بكر أبا بكر، والله ما أردنا أن نهم بعمل فيه خير إلا وسبقتنا إليه. نعم أحبتي الكرام، وانظر إلى عائشة رضي الله عنها تذبح الشاة وتقسمها وترسل هذا اللحم مع خادمتها، ثم تنتظر حتى تعود، فتسأل أمنا عائشة الخادمة تقول لها ماذا قالوا لك؟ لا تريد يا أخوان الثناء، تقول لها ماذا قالوا لك؟ قالت تلك الخادمة قالوا بارك الله فيكم، ثم قالت عائشة وبارك الله فيهم دعاء بدعاء ليكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا، أستر عوراتنا يا رب، آمن روعاتنا، احفظنا من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم كن للمستضعفين في سوريا، كن للمستضعفين في اليمن، كن للمستضعفين في مصر، كل المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي الغاصبين، وارزقنا صلاة فيه قبل الممات يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. يا الله تقبل منا صلاتنا، تقبل منا صيامنا، تقبل منا صدقاتنا. اللهم لا تجعلها هباء منثورا، اللهم لا تجعلها هباء منثورا يا أرحم الراحمين. سبحانك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأنت يا أخي أخي السلام.